أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، بداية الساعة الثانية على الهواء، وصباح الخير من جديد منى. سكتت خدتك سكتت قلت أنا قلت صباح الخير. الله يا أخي ما مشكلة، أنت عارف عدم الكويت مشكلة صح؟ صباح الخير عليك مرة ثانية. صباح الأنوار يا ستي وجمال فقرات صباح الشروق بالتأكيد عبر يوم السبت، بداية جميلة وموفقة إن شاء الله. سبت أخضر أو أزرق؟ أبيض أو طبعا. كما يشتهون. حنسعد بمبادرة جديدة، مبادرة مهمة برضو وبتتحدث عن واحدة من الأماكن المهمة جدا في السودان، دارفور وجمال دارفور وإنسان دارفور. كل تأكيد والسعداء إنه بيكون هذا التواف عبر هذه المبادرة، وهذا هو إنسان السودان بصورة عامة، أينما يرى النقص يبادر لسد هذه الحوجة. نعم، وإحساس التكافل والتعاضد في كل مبادراتنا شيء جميل جدا. إحنا اليوم حنجيب في واحدة من المبادرات نزعت جدا إنه نتحدث عن هذه المبادرة لإنسان دارفور، هي مبادرة مهمة جدا جدا، كلنا دارفور وكلنا كتب. عبر عضو هذه المبادرة الأستاذ مبارك زروق عبد الله، إحنا بنحييك ونقول لك صباح الخير. وعليكم السلام والرحمة، شكرا جزيلا والشكر لقناة الشروق على هذه الاستضافة إن شاء الله. مشاهدي الأعزاء، مبادرة كتم، نبدأ بخلفية تاريخية عن كتم. كتم هي إحدى المراكز الإدارية القديمة، يمتد قدمها إلى ما قبل الاستقلال. كانت كتم يسمى بمركز ريفي شمال دارفور. هذا المركز كان من أكبر المراكز الإدارية في عهد الحكم الإنجليزي المصري للسودان، وكان هذا المركز يعني يضم الآن مساحتها تغطي 7 محليات، وكتم تسمى أم السبع، وأم السبع نعني بها أنه انفصل من كتم حوالي 7 محليات، هي محلية أمبرو ومحلية الطينة ومحلية كورنوي ومحلية الواحة ومحلية السريف ومحلية كبكابية ومحلية صرف عمرة ومحلية الواحة. والآن هنالك محلية تسمى بكتم لا تضم السبع، وإنما تضم رقعة جغرافية تضم حوالي 7 إدارات أهلية، هي إدارة بيرة وإدارة إنغا وإدارة الحمرة وإدارة فرق وإدارة سوينة هذه هي الأثرية بها آثار لمملكة التنجر القديمة التي قامت على أنقاضها مملكة الفور، ويمتد تاريخها إلى ما قبل القرن 14 الميلادي. والآن هنالك آثار في منطقة جبل أوري وكذلك آثار في منطقة عين فرح، إذ نجد فيها أقدم المساجد الإسلامية التي قامت في تلك المنطقة إن شاء الله. حقيقة كتب جميلة يا حسام. كل تأكيد. نعم. فيها تفاصيل طبيعة جميلة. الأهم كده المبادرة الموجودة فيها. أكيد المبادرة ده خلينا نسأل كل ما ذكرت كل هذا يعني التشويق للناس اللي ما شافت كتب تحتاج إنها تمشي وتشوفها، لأنها واحدة من أجمل المناطق في السودان. فده خلينا نتكلم عن طبيعة المبادرة والهدف العام من المبادرة. طيب الهدف العام للمبادرة، كلكم تعلمون الصراع والحرب الذي مر بها ولايات دارفور، وكتم بصفة خاصة تأثر بهذا الحرب أثر عميق، إذ حصل تدهور كبير لكل المرافق الخدمية التي تقدم من خلالها الخدمات، وفي مقدمة هذه المرافق المرافق الخدمية الصحية، المراكز الصحية والوحدات الصحية، والأثر كان عميقا في مستشفى كتم. نعلم أن مستشفى كتم يقدم خدمة لأكثر من 350,000 نسمة هم سكان محلية كتم، بالإضافة إلى السكان المجاورين لمحلية كتم من محليات أمبو وكورنوي والطينة.
وكذلك للخدمة المباشرة لسكان مدينة كتم الذين يبلغ عددهم حوالي 80,000، لأن كتم بعد النزوح وبعد النزوح الكبير الذي تعرض لها محلية كتم بسبب الحرب بها معسكرين، معسكر في كتم قوامة حوالي 37,000 نسمة، ومعسكر في فتبرنو التي تبعد عن كتم حوالي 16 كيلومتر بالإضافة إلى سكان مدينة كتم. بعد أن ظهرت يعني جائحة كورونا في السودان عموما، وأصبحت الكثير من المناطق تهتم بإعادة الترتيبات اللازمة لاحتواء هذه الجائحة، أبناء كتم الداخل والخارج وأصدقائهم شعروا بأنه محلية كتم في حاجة ماسة للخدمات الصحية وللتوعية. إذن دي الخدمة الأساسية اللي بتقدم المبادرة. نعم. طيب كيف يعني نتعرف برضو على الجهات المنظمة لهذه الحملة؟ هي فكرة بدأت من عدد من أبناء المنطقة بالداخل وبالخارج، وخاصة المقيمين هنا في الخرطوم، وهذه الفكرة تحولت إلى مشروع بأنه يحمل هدفين. الهدف الأول أن يقام مركز عزل في داخل مستشفى كتم أو في مدينة كتم، وكذلك تطوير مستشفى كتم، وتعبر هذه المبادرة إلى آفاق أوسع بتحسين الخدمات الصحية على مستوى محلية كتم. الآن هذه المبادرة يعني انطلقت، وقبل 5 أيام أي في الأسبوع المنصرم تم فتح مركز للعزل في مستشفى كتم بشراكة مع منظمة إيرلندية. هذه المنظمة الإيرلندية هي منظمة جول الإيرلندية بشراكة مع المبادرة، وكذلك بدعم من وزارة الصحة بولاية شمال دارفور تم فتح هذا المركز، والآن هذا المركز يعمل. وبالتالي نريد أن نعبر بهذه المبادرة إلى آفاق أوسع بتقديم مزيد من الخدمات للأهل في مدينة كتم ومحلية كتم. شنو المقصود تاني من الخدمات وفي المستقبل القريب حنشوفه إن شاء الله من خلال المبادرة؟ أنا كما ذكرت في البداية أن هنالك تدهور كبير حصل للمرافق الخدمية الصحية، كالمراكز الصحية والوحدات الصحية داخل مدينة كتم وفي الوحدات الإدارية. نعلم أن مدينة كتم تتكون من 3 وحدات إدارية، هي وحدة ريف كتم ووحدة المدينة ووحدة فتبرنا. نريد لكل وحدة من هذه الوحدات أن يكون مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن بمستوى يليق. يعني موجودة في هل هيتم عمل مستشفيات أم مراكز صحية أم ماذا؟ طيب في البداية نريد أن نصين مستشفى كتم، نوفر لها الخدمات. هنالك كثير من الخدمات ما موجودة في داخل المستشفى، خدمات بالنسبة وكذلك للكادر الصحي، دعم الكادر الصحي ودعم الخدمات الموجودة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل بالنسبة للعاملين في الكادر الطبي في داخل المستشفى، وتحسين نوعية الخدمات التي يمكن أن نقدم للمستفيد، ومن ثم نخرج إلى خارج المدينة إلى الوحدات الإدارية خارج المدينة بتشييد وصيانة المرافق الصحية كالمراكز الصحية والوحدات الصحية، وتوفير المعينات الصحية التي يحتاج إليها الكادر الصحي ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية. مشكورين عليهم، لكن بيحتاج لدعم، كيف يتم الدعم؟ طيب بدأت الفكرة بتبرعات من أبناء كتم بداخل السودان في مدن السودان المختلفة، وكذلك أبناء كتم بالخارج. بعد الحرب كتم فيها يعني هجرة كبيرة جدا لأبناء إلى
دول أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وكذلك في دول الخليج. فأبناء كتهم تنادوا عبر هذه المبادرة، وحياة أثمرت الجهود، لأن هنالك الآن تم توفير مبلغ بيد اللجنة العليا، واللجنة العليا بيتحرك بهذا المبلغ لتقديم ما يمكن تقديمه. ولكن المبادرة لا تقف على هذا الحد، وإنما نمد يدنا للمؤسسات الاتحادية ممثلة في مجلس الوزراء الاتحادي وكذلك المجلس السيادي وحكومة ولاية شمال دارفور والوزارات الاتحادية ذات الصلة وكذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية والخيرين الذين يعني يعملون في هذا المجال. ممكن يكون في دعم من خارج السودان يعني؟ نعم. فكرة لشراكات الدعم من خارج السودان عبر المنتمين إلى كتم وأصدقائهم. ماذا عن الشراكات الذكية؟ نعم، الشراكات بتتم من داخل المنظمات على مستوى المحلي، أما إذا كانت هنالك جمعيات بالنسبة للكتم في خارج السودان في دول أخرى ولهم يعني مساهمات أو مشاركات مع منظمات ممكن تدعم هذه المبادرة، فأيضا نحن نعشم في أنه هذه إن تكون إضافة إن شاء الله بالنسبة للجنة العليا بالداخل إن شاء الله. نعم، في المستقبل على مستويين، على المدى القريب وعلى المدى البعيد إن شاء الله، ما هو المأمول والمتوقع كأثر من هذه المبادرة؟ طيب، الآن شكلت لجان، اللجنة العليا يعني شكلت منها 5 لجان، هي لجنة للمتابعة والإشراف ولجنة للمالية ولجنة للإعلام ولجنة فنية، هذه اللجنة الفنية من الكوادر الطبية، ولجنة للمشتروات. هذه اللجان تعمل على قدم وساق ليلا ونهارا في الحصول على الدعومات اللازمة، وهنالك يعني جهات كثيرة تفاعلت مع المبادرة وتحصلنا منها على دعومات. من بين هذه الجهات بعض المنظمات الوطنية مثل الشركة دوائية خاصة اسمها نسكوم وكذلك منظمة صدقات الخيرية، وهنالك جهات كثيرة جدا أبدو رغبة في دعم هذه المبادرة إن شاء الله. بالتأكيد كلنا كتم ونجيب في إنه هذه هي جائحة كورونا، ماذا بعد هذه الجائحة؟ يعني هل المبادرة تزعى إلى تحسين الأوضاع أكثر وأكثر في دارفور؟ لأنه دارفور معروف إنها جريحة ومنطقة بتاعت نزاعات وحروب. نعم، المبادرة هي فكرة أوسع من أنها يعني تقف على حد الجائحة، وإنما يعني نحن نتطلع أن تكون خدمات صحية أفضل بالنسبة للمواطني منطقة كتم وكذلك مواطني دارفور بصفة عامة إن شاء الله، لأنه كثير من أعداء هذه المبادرة هم يعني أعداء في لجان أخرى على مستوى ولايات دارفور، سواء كان لجان على مستوى الولاية أو لجان على مستوى المحليات أو لجان على مستوى الجمعيات الخيرية التي تتكون منها هذه اللجان التي ذكرتها. وبالتالي نحن يعني هذه هي مبادرة مجرد فكرة، نود لهذه المبادرة أن تكون يعني بصورة أشمل وأوسع، أن تغطي حتى دارفور، ويكون هنالك شراكات تنسيقية مع مبادرات أخرى وكذلك مع لجان أخرى تعمل في هذا المجال إن شاء الله. نعم، في النهاية الهم واحد. نعم، نعم. والهدف واحد. كلنا دارفور، كلنا كتم، هل التركيز فقط وكهدف محوري موجود هو الجانب الصحي أم هناك جوانب أخرى ستعمل عليها المبادرة؟ محلية كتم ومدينة كتم بصفة خاصة في حوجة ماسة جدا لكثير من الخدمات. أنا كما ذكرت في البداية، نعم، إن هذه المدينة تعرضت بسبب الحرب إلى تدهور كامل لكل المرافق الخدمية، ولكن الآن بدأنا بما هو أهم،
وسوف صحيح. ان شاء الله ندلف الى الجوانب الثانيه الصحة، لن تكون المبادره فقط في الجوانب الصحيه، انما في كل جوانب، في كل الجوانب ندلف الى التعليم، ندلف الى تحسين الخدمات الاجتماعيه بالنسبه للمواطن على مستوى المدارس وما الى العمل، تحسين بيئة العمل بالنسبة للتلميذ من إجلاس وتوفير يعني كتاب مدرسي وخلافه. المبادرة لا تقف على هذا الحد، وإنما يعني هي هذه مجرد فكرة، وإن شاء الله يعني الأفكار دائما تتطور وتبقى مشروعات، والمشروعات تبقى يعني حقيقة، حقائق تبقى أحلام وأهداف حقيقة. دي أبسط الحاجات ممكن نقدمها لإنسان دارفور، الصحة والتعليم، ودي حقوق بسيطة، واحنا يعني نتمنى يكون في استقرار اكبر بهذه المناطق الجريحه، مناطق دارفور، واستقرار المراه، حياه المراه، الاستقرار الاسري، والتفاصيل ممكن تكون موجوده في دارفور. احنا بندعم هذه المبادره عبر قناه الشروق، عبر صباح الشروق، وعبر طاقم اليوم، وممكن اديك مساحه اخيره تتكلم فيها ونختم الحوار. تقدم رساله اذا عايز امتداد للفكره اكثر، شراكات اخرى كفكره اكبر. انا بقول انه مدينه كتم او منطقه كتم عموما فيها عدد كبير جدا من النازحين، بل هنالك لاجئين عبروا الحدود. ما اود ان هي مناشده بالنسبه لكل الجهات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، بانه الخدمات بالامكانيات المتاحه الان لا تستطيع المحلية ولا الولاية بالإمكانيات المتاحة الآن بأنها تحتوي كل الظروف التي تعرضت لها المنطقة بسبب الحرب. وهذه مناشدة، هذه مناشدة نقولها لكل الجهات على مستوى الاتحادي ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية، في أنهم يعني يخرجوا إن شاء الله للريف ويروا ما الحاجة الماسة بالنسبة للمواطن بالنسبة للخدمات على مستوى الريف، رغم الجهود التي بذلت من قبل الجهات المعنية باحتواء أثر الحرب على مستوى الاتفاقيات التي أبرمت كاتفاقية الدوحة واتفاقية، والآن مفاوضات السلام الجارية لاحتواء نتائج وآثار حرب، ولكن بفتكر أنه الإمكانيات المتاحة ما كافية في إنها تقدم كل الخدمات، لأن حجم الضرر كبير وحجم والحوجة ماسة إن شاء الله. بالتالي أنا من هنا أناشد كل الجهات المعنية بتقديم الخدمات في إنهم يخرجوا إلى الريف، وليس في دارفور وإنما كل المناطق التي تحت الحرب على مستوى السودان، ننظر لهذه الجهات نظرة إنسانية، لأنه هذه الجهات خدماتها حصل لها نوع من التدهور وبيحتاج إلى إعادة تأهيل وتقديم مزيد من الخدمات. أيضا هذه المبادرة أي مبادرة كتم، نحن فتحنا حسابات في بنك الخرطوم باسم مبارك عثمان إسحاق، حساب رقمي 15210-99 بنك الخرطوم، وكذلك حساب آخر باسم محمد عبد الله حمرة بالرقم 14-59-782. هذه حسابات مفتوحة لمن أراد أن يتبرع، وكذلك هنالك أرقام يمكن الاتصال به، يمكن للتواصل، الرقم 09-103-777-77، وكذلك الرقم 09-123-33-144. هذه أرقام للتواصل لمن أراد أن يتواصل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. نحن سعيدة جدا بك عبر هذه المساحة أستاذ مبارك زروق عبد الله، عضو اللجنة العليا لمبادرة كلنا دارفور كلنا كتم، وبالتأكيد منا شكل هذه المبادرات هو داعم حقيقي جدا لدارفور ولإنسان السودان بصورة عامة، وهذا هو المأمول أيضا من كل سوداني، من كل رجل وامرأة غيرين الاثنين مع بعض كده على وطنهم وعلى مكانهم اللي بيقيمهم دائما. نعم.